كيف 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 تسمعوا بها انتم قبل، يقول لك هذه معبوكة كل يوم. كيف كيف زاد هالمعبوكة هذه اكتشفنا اللي هو كائن يعيش معنا، يعني معنا يعيش معنا ولا قاعد يمشي معنا، معنا يتنفس يدور معنا يتزوج، زاد عنده صغيرات يمشي يخدم، هذا اسمه كائن اسمه المعبوك وزوجته المعبوكة، هذوما معنا قاعدين يتعايشوا معنا في هذا الوطن العزيز اللي احنا قعدنا كل مرة نتكلموا نتكلموا نتكلموا، كلام دخل من هنا خرج من هنا، ولا حياة لمن تنادي غلاء المعيشة. كلهم يخدموا كيما يحبوهم، لا ثم مراقبة، لا ثم بلدية الدور، لا ثم مراقبة أسعار الدور، لا ثم حتى شيء، هذاك الموجود وهم يزيدوا على المكس، المكس يسر عليهم والمزوط يسر عليهم. لا لا لا، الحاكم هذاك خدمته انا، اذا كان ماكش مخالف يعني مش مشكله. اما الحاجه اخرى اللي هم ياخذوا 100 مليون مستلزم هذا يصور 500 مليون، وال100 مليون اللي اخذها دخلها البلديه يخلصوا بها رئيس البلديه 42 مليون في العام. خاطر الدوله ما صبت لهمش ميزانيه، المفروض يخلص حساب الدوله مش على حساب. قداش تكلفك القفه كي باش تعبيها على كيف كيفك انت، وتروح بكيبه الغله تحلف في عينك، وتروح الخضره تحلف في عينك، والحيمه والحويته قداش تكلف؟ تكلف لك 50 دينار. 50 دينار قداش تشدك بربي هالقفه ب 50؟ شدني 5 ايام صدقني، كان ياسر كان ياسر ولا بالحار كان ياسر. كان المراه دباره ومقتصده زاده. ايوه هادي انت مثلا مش تاخذ غله ولاد صغار تحكمش فيه، لازم ياخذوا فهمتني. شنو برطول انت مال قداش كيلو تفاحه بقداش فهمتني؟ تطلع فوق تلقى زباله خضره يبيعوا فيها المواطنين، والمواطن المسكين الغلبان يشري كيلو طماطم زوز كيلو طماطم ب 500 فرنك وتبدا مدوده وكل شيء، ما ثمش مراقبه صحيه فيها زاد. هذاك النقص، يا مراقبه صحيه يا مراقبه اقتصاديه تتفرد الامور. هذه رساله منك انت للبلديه تقصر الساق. لا للدوله بكل في كل بلاصه. باش بلديه تقصر الساق قاعده تخدم بواجبها فهمتي. اما علاش فلوسنا نعطوها للبلديه يعني يخلصوا بها يعني الموظفين؟ فرض الدوله هي اللي تخلص فهمتي في القانون الجديد شنو؟ يا عمي احنا واحنا ولا باس. وهذاك ريت هذاك برا صوروا الثوم هذاك كله كي معفن هاك نصوروا معفن هذاك يبيع فيه رخيص فيها معفن. انا نابت كل كي منبت كل كي قاعدين يشريوا يا عم الطيب زاد كل واحد على قد فلوسه يشري مسكين المواطن يشري وبعدين بعد جمعه يعني ما يمرضش يفرغ له كمل ينبت يفرغ له شويه زيت وكعبه زيتون يا ربي ولك الحمد. ما يلزم الاسعار تطيح شويه في كل شيء في كل شيء. غلاء المعيشه هذا اللي اليوم زاد كائن زاد حتى هو كائن زاد موجود معنا الغلاء والكواء. الغلاء والكواء هما زوز اخوات زاد هذوما يعيشوا معنا لهنا قاعدين يتعاملوا مع الاعلى هرم السلطه. سي الغلاء قاعد يعيش مع السيد رئيس الجمهوريه، وسي الكواء مع الحكومات المتعاقبه والمسؤولين. زاد سي الكواء عمل الاسعار اللي تشوي فيهم الاسعار زاد هذوما صغيرات قراوا على رواحهم وكبروا ولاو اسعار، واللي تشوي هي صفه مشبهه بعد ما ولاو اليوم يعيشوا معنا في شوارعنا وعادي تعودنا عليهم. شنحوالك سي اسعار؟ والله يعني ماشي نطلع اللي تشوي والغلاء غدوه باش يجي يطل علينا، والكواه ومشى يخطف يعمل في طله على الخضره وكذا هاو راجع باش يشوف الاسوام وواحد معناها وين ماشيين بالشيء هذايا. وقت اللي كل يوم نتحدثوا على الاسعار اللي قاعده تطلع بصفه رهيبه امام تدني وتراجع القدرة الشرائية متاع المواطن أمام غياب الدخل، شنو السبب متاعه؟ ونقعد ديما نعاودها اللي أنا عندنا قانون في تونس يلزم الفلاح بأنه يبيع للقشارة، وقشار من تحت قشار قشار من تحت قشار لين توصل من بعد بك السوم هذاك اللي قاعدين نشوف فيه. هالمنظومة هذه بكلها مسكوت عنها في تونس، معناها قاعدين نتفرجوا فيهم بيننا ما نجم نعملوا حتى شيء، نسمعوا كان في الكلام ولا سنضربوا على يد المحتكرين. ما قد عندك مدة ستضرب مدة وانتم ستضربوا على يد المحتكرين نظومة والمهربين وما رينا شيء مرينا شيء. شويه كر وفر مع بعض الباع المتجولين مع هكا نعملوا هكا الهيلمان الماشين، ولا اليوم قمنا بحمله مراقبه ومنا رصدنا بعض الاخلالات زاد حتى هذوما الاخلالات زاد ناس تعيش معانا وما نشوفوهمش. هذوما الاخلالات فما هذوما يعيشوا معانا وما نشوفوهمش لهنا بالحق. معناها وقت اللي الباقي ديما نعاودها وقولوا شعبويه قولوا اللي تحب. القفه اللي ولات تمشي فارغه تروح فارغه، حاشمه قفه ولات حاشمه، احنا عندنا تحشم تقولك ما عادش تهزني اخرج ومشيوا للي مارشي
يمشي ويا حسرة من كانك اللي بيخرج الصباح واللي يمشي قفيفته ومعبي يروح فرحان ما عادش الناس ولا تمشي شوية ساشيات بلاستيك ومروح يشري بالكعبة والكعبتين نقعد ديما نعاودها وقت اللي تشوف اليوم عنا حواش في موسمهم في وقتهم توا أسوامهم ما شاء الله إيه وين ماشيين بهذا